السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايبه لكم طريقة أم علي مميزة جدا 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 وأسهل حلو الشام. حلوة جدا. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض عاملاها ازاي. ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب لو انت أول مرة تشوف القناة، فعلي زر الجرس على كلمة كل عشان يوصلك المطبخ بسهولة كل جديد. بسم الله. نقول مكونات ام علي. معانا حليب، معانا زبدة او سمنة طبعا تكون فلاحي، معانا مكسرات، معانا قشطة، معانا الطواجن اللي هنعمل فيها سواء ازاز او باير او فخار او بايركس ايا كان، او الومنيوم ايا كان هتحطي فيها في الفرن، حاجة تخش الفرن. معانا ام علي هنا انا جايباه حلو الشام، والسكر حسب الرغبة. فتحنا الكيس اهو، بتكسري ما تخليهوش سميك، تمام. هبدأ احط اضيف السكر على اللبن واقلبه. طبعا قلنا السكر حسب الرغبة، بتحلي السكر واللبن. هنا لكل عبوة هتحتاجي كيلو الا ربع حليب، والسكر حسب الرغبة. تقلبيه. هجيب الطواجن بتاعتي اضيف فيها ام علي، طبعا ما بتحطيش كمية كبيرة لان هو بينفش عشان ما يطلعش معاكي معجن او بمعنى اصح ناشف، لان هو بيبقى فيه اللبن بيبقى اكتر، ما بيبقاش عامل زي العيش. بصوا انا هنا مليت يدوبك ربع الطبق، شايفين كل الطواجن يعني فاضية. ليه؟ هتشوفوه بقى في الاخر عامل ازاي. لو كترتي عن جده هيبقى مكتوم، المواعيد تبقى خفيفة وحلوة معاكي كده. طبعا خلصنا كده، هضيف بقى هنا على كل طبق. طبعا تقدري تستغني عن السمنة او الزبدة. هضيف ربع معلقة سمنة فلاحي على كل طبق. عشان يبقى فيها معادلة حلوة كده، يعني عايزة انتي تعمليه دايت ما تحطيش الزبدة، تمام. حتة صغيرة خالص، قطعة صغيرة. طيب تمام كده. هنضيف القشطة. قبل القشطة هضيف اللبن، الحليب. بسم الله. طبعا محلى زي ما قلتلكو، بتجيب تقليبة تانية عشان لو السكر تحت لسه. بتملي الطاجن باللبن، وهتضيف عليه المكسرات، واخر حاجة القشطة عشان القشطة تديني وش، تبقى المكسرات ما تتحرقش مع السوا. هي العبوة بتبقى معاها كيس المكسرات ده، ما بيبقاش ليه اي لازمه. عايزه تحطيه بتضيفيه، احنا مش بنحب جوز الهند فيها، فهضيف مكسرات مجروشه، بندق وسوداني ولوز. هضيف كده على كل طبق. في اللي ما بيحبش مكسرات ما تضيفيش مكسرات. بتحاولي طبعا تنزليها كده عشان تغطسيها في اللبن.
تمام. هضيف اخر حاجه ايه؟ الكريمه او القشطه. عندي كده كل طبق معلقه قشطه، واوزعها كويس قوي عشان تعمل معايا وش حلو. تبقى كده ام علي بالمكسرات والقشطه، ادخلها الفرن. طبعا الفرن يبقى سخن على درجه حراره 180، ادخلها حوالي 10 دقايق او لحد ما وشها يحمر. ما بتغيبش في السوى، اول ما وشها يحمر يبقى كده خلاص تمام. معلقه القشطه دي مهمه جدا على اساس تديها وش وتديها طعم كمان. ادخلهم الفرن ونرجع نشوف بعد ما يطلعوا من الفرن عامل ازاي. ما تنسوش السبسكرايب واللايك وفعلي زر الجرس على كلمة كل عشان يوصلك من مطبخ بوسي وكل جديد. ادخلهم الفرن درجة 180 حوالي 10 دقايق. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لك. دي كده في الفرن معالي كده تمام جدا بعد 10 دقايق. احلى طاجن معالي اكيد. وده الشكل النهائي لام علي. اتمنى يكون طبق النهارده كان خفيف وسهل عليكم، هو جميل جدا جدا من الحلويات الجميله اللي تقدري تعمليها على الفطار الصبح او يبقى عشاء خفيف، وكمان تنفع على حلويات رمضان حلو بعد الفطار. الى اللقاء في وصفه جديده اخرى من وصفات مطبخ بوسيوين. We'll be right back.